استاذ عباس. نعم. انت كنت بتحلم انك بتشتغل بالتمثيل في يوم من الايام؟ لا. امال ازاي اشتغلت بالتمثيل؟ ازاي اشتغلت بالتمثيل؟ كانت المدرسه اللي كنا فيها تاخدنا كل سنه في الاوبرا نتفرج على تمثيليات. اول سنه اتفرجنا على روايه طلياني من الموسيقى اللي هي روايه فاوست. ايوه. فرجعت مغرم جدا باللي كان بيجعر قوي وكان بينعر او ما كانش بيجعر كان بينعر فاوست. ورجعت على المدرسة طول الوقت جنب تلامذة اخواني وقدام الاساتذة انعر زيهم. فجاء حضرة الناظر ندهلي وقال لي تعالى يا فندم انت بتعمل ايه في الفصل فوق؟ قلت له بنعر يا استاذ. اي لكن ده ممنوع في المدرسة. وبعدين قال لي انت شفت؟ قلت له انا حضرت كذا وكذا وكذا. قال لي لا الكلام ده اوعى تقوله هنا احسن، فانا مرة حرفدك من المدرسة. خفت ورحت ثاني سنة ودونا رحنا شفنا رواية عطيل من الاستاذ جورج ابيض. شفنا الفصل الثالث فيها وهو بيجعر وبيقول الى الوراء الى الوراء. كانت العم من الطلياني. فضلت اجعر طول الوقت الى الوراء الى الوراء الى الوراء. فرفدت فيها من المدرسة. وبعدين بقى بلغت الحكاية لبيت عمي ووالدتي وخالتي، قعدوا يعيطوا عليا لان انا خسرت خالص وبقيت واحد تلميذ خسران تلفان ما انفعش في حاجة ابدا. وحتى انا كمان صعبت على روحي وقعدت اعيط انا كمان لان انا خسرت وتلف ومفيش فايدة في مستقبلي ابدا. من هذا الوقت ركب دماغي شيطان التمثيل الى هذا الى هذه الاونه. من فضلكم امال انت كنت بتفكر تشتغل ايه يا استاذ عباس؟ كنت عاوز اعمل عسكري. اعني ضابط يعني. كنت عاوز ادخل الكليه الحربيه يعني. كنت عاوز ادخل الكليه الحربيه. طيب بالمناسبه لما بيكون في روايه تاريخيه او حاجه ايوه والممثل عاوز والممثل ماسك سيف ايوه بيحط السيف في الناحيه هي اليمين ولا الشمال؟ اللي هو يا اخي الشمال يا طيب واذا كان الممثل اشول؟ ما اعرفش ما عنه حاجه بقى. يمكن بقى اذا كان هو اشول تساله هو ما تسالنيش انا يا استاذ. المفروض انه ما يكونش اشول وبياخد دور عسكري لان العسكريه ما بتقبلش الناس اللي هم شو. ده كويس ده معقول ده كويس. طب كويس قوي يا استاذ عبد الله خلصتني منه انت يا استاذ مش انا كويس. طيب في الوقت ده كان سنه كام الحكايه دي؟ سنه ايه اول ما دخلت التمثيل؟ ايوه هم عمل استاذ جورج ابيض روايه مكبس. سنه كام؟ مش متذكر سنه 12 على ما اظن. بس ما حد سمعته. طبعا في الوقت ده كان التمثيل مهنه جديده على المجتمع المصري. اي نعم كان الاستاذ عبد الرحمن رشدي والاستاذ عبد القدوس والاستاذ جورج ابيض وكانت فرقه خاصه بالنجوم الكبيره في الوقت ده هو. واحنا دخلنا لقطنا منهم وتعلمنا منهم ودرسنا منهم. قصدي المجتمع كان بينظر الى التمثيل نظره ترفع جدا جدا شيء جميل جدا. قابلتك عقبات من الناحيه ديت باعتبار انك بتشتغل ممثل والمجتمع بينفر من هذه المهنه؟ بقى يعني ما كانش صادفنا عقبات الا عقبات الكساد والركود في الفرق التمثيليه في بلدنا، لان كان الاستاذ ابيض هو لوحده اللي كان بيشتغل، وبعدين جه الاستاذ عبد الرحمن رشدي واشتغل، وبعدين جت السيده منيره المهديه واشتغلت، ومات الشيخ سلامه حجازي في المده ديت. فكان بس لما يبطلوا دول واشتغلوا دول ده كان بس كانت العقبه الكؤود ان الفرق كانت بتتعثر في بنائها وحلها بسرعه. لا في نظره المجتمع اليك مثلا رحت تخطب مثلا وقالوا عليك حاجه؟ لا ابدا 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 طيب. مقدرينه جدا قوي دايما الجمهور المصري بيقدر التمثيل من يوم ومن زمان ومن قديم جدا من قديم. طب استاذ عباس. نعم. كلمه عباس يعني ايه؟ من العبوس الشده يا فاكر مال يا استاذ وفارس العم منها. لكن يبدو ان فلسفتك في الحياه تناقض العبوس على خط مستقيم. لا من الناحيه دي بقى لا ما قلنا الحكايه دي مش هنفتحها يا استاذ. لا يعني ان اسمك عباس وعباس دي صيغه مبالغه من عبسه. أيوه. مع كده فانت مبتسم ومرح وضحوك يعني. ده فضل الله علي يا استاذ. طب دي حاجه كويسه. طب ايه رايك في المسرح المصري الان؟ كويس ربنا يكرمه ويطمنا عليه
ويشجعه الى الامام ونسمع عنه كل ما يسر لنا. قصدك يقيله من عثرته يعني؟ يقيله من عثرته التأليف. ايه ازمة المسرح في رأيك يعني؟ التأليف. التأليف عندنا. ازاي يعني؟ اشرح لنا. يعني بعض يعني ما يزعلوش مني، بعض المؤلفين بياخدوا من مراجع امريكية او غربية اكثر ما بياخدوا من تاريخنا ومن اسمائنا ومن عوايدنا القومية الداخلة في بيوتنا وفي شخصياتنا. من هنا الجمهور بتاعنا يقبل عليه. يعني في رأيك مفيش المؤلف المصري الصميم اللي بيجيب رواية بتنبع؟ لكن مش ما يقضوش. قلة يعني. قلة. اي نعم. في ازمة تانية غير ازمة المؤلفين في المسرح؟ لا ما اظنش. ايه رأيك في السينما كمنافس للمسرح؟ السينما المصرية ام السينما الاجنبية؟ السينما بوجه العموم يعني. السينما المصرية يعني اقدر اقول انها شوية انحرفت شوية ناحية التهريج او الناحية الغنائية، واما الناحية الدراما او الناحية اللي فيها مورال او مثلا درس او عظة او بتاع ده هو شوية يعني لازم يعني يكون فيه الجودة لدرجة انه يكون مسبوك والجمهور يقدره ويحبه. لكن بيقل لان الجمهور ما بيحبوش قد ما بيحب الحاجات الفكاهية او اللي فيها التسلية. يعني السينما باعتبار انها ارخص من المسرح ويمكن تجيب متعة اكثر، مش تعتقد انها تكون منافس يعني؟ غالبا منافس، لكن انا اعتقد ان المسرح او اذا يعني كمل من كل وجه ما هيكونش قدامه عقبه ابدا ابدا ابدا. طب ايه اقتراحاتك لنهوض المسرح المصري؟ التأليف، الرواية القوية القومية الشديدة من اخلاقنا من عوايدنا ومن تاريخنا احنا، مش من تاريخ احنا. يعني في رأيك اذا وجدت الرواية القوية الجمهور هيجي على طول؟ بكل تأكيد. طيب انت تحب التمثيل المسرحي ولا السينمائي؟ ليه بعض عندي، ده تمثيل ده تمثيل، لكن هو الناحية اللي تتفق مع شخصيتك اكتر. الاثنين احبهم. طيب تقدر تحكي لنا كده فصل لطيف حصل لك؟ ايوه. سواء في السينما او في المسرح؟ لا في المسرح، من غير ما نضايق اخواننا. كان مدة الاستاذ جورج ابيض، كان في عندنا رواية اسمها رواية صلاح الدين ومملكة اورشليم، وكان اسند الي بدور اسمه اياز، كنت احب الدور ده قوي. وبعدين كنا مسافرين الشام، جابوا ممثلين جداد ويانا، وجابوا الممثل اللي كان بيعمل دور اياز قبل مني. ايوه. وبعدين جاء الاستاذ ابيض قال لي يا عباس صاحب الدور دي فانت تتنقل لدور تاني اللي هو دور الملك العادل اخو صلاح الدين. انا اضطربت قوي وخدت الروايه بسرعه، قعدت احفظ الدور احفظ الدور، ما همنيش من الدور حاجه الا ايتين قرانيتين في الدور، بقيت خايف منهم قوي، بقيت الدور قلت اقول اللي اقوله او اغلط ما حدش هيقول لي انت فين، لكن غلطت الدور هتبقى حاجه مش كويسه. وقعدت احفظ فيهم احفظ فيهم وهم يعني قدامي كل شيء. أول آية بيطير حمام زاجل، وبعدين يبص للحمام كده يقول إيه ويخلق ما لا تعلمون، دي أول آية. قمت أنا من كثر محاسبتي للآية وأنا بطير الحمامة قلت ويخلق ما تعلمون. الكلام ده فين؟ في حلب، وحافظين القرآن كلهم. الناس قاعدين قالوا اعوذ بالله اعوذ بالله وبالله وكده. انا خجلت لدرجه وخفت وخفت من بقيه الدور ان لساني هيتلعث فيه او بتاع، مشيت كويس لحد الايه الثانيه يا اخوان كان فيها الكارثه، وهي بقى ايه؟ تلك ايات لقوم يعقلون. انا الله بتاعه الايه الثانيه. ثالث عمالة في فكري وبين عيني عمالة رايحة جاية، قمت قلت تلك آيات لقوم لا يعقلون. بس بقى حصل بقى شتايم وكركبة في الصالة وبتاع وهروب وخبوني، والحمد لله جت على خير يعني ما جتش فيها حاجة. طب أستاذ عباس إيه الدور اللي أنت مثلته وتعتز بيه؟ في المسرح أو السينما؟ في السينما. في السينما؟ في السينما يعني اعتقد انه ورقه ابن نوفل في ظهور الاسلام كنت اعتز بيه واحبه جدا لمظهر الدور ولكينونه الدور ولاسم الدور ولتاريخ الدور ووقت الدور واسمه واسم مين اللي حواليه، اعتزيت بيه وحبيته جدا، وكان عندي يعني كان زي الجنه تقريبا.